حماية التراث العربي من الاندثار وتنسيق المواقف العربية قضايا هامة يناقشها الاجتماع 14 للجنة خبراء العرب في التراث العالمي بالتنسيق مع اليونسكو والذي استضافه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت. في ملفين راح يطرحون إن شاء الله للتسجيل، هو ملف بابل، مدينة بابل الأثرية في العراق الشقيق، والمواقع الأثرية مواقع دلمون في مملكة البحرين الشقيقة، بالإضافة إلى ملف القدس الشريف وهو ملف دائم يطرح. نظر في ملفات الترشيح، ومن حسن الحظ أن تم ارتفاع عدد الملفات التي قدمتها الدول العربية. السنة الفارطة تم إدراج زوز مواقع على هذه القائمة، موقع بالمملكة العربية السعودية وموقع بسلطنة عمان. اجتماع تحضيري يضم خبراء عرب للتنسيق والإعداد لانطلاق اجتماع تراثي نهاية الشهر الجاري في باكو عاصمة أذربيجان ضمن الجهود المستمرة لحفظ تراث وحضارة الشعوب العربية. الجديد هذه السنة أنه فما موقعين، موقع لمملكة البحرين دلمون إن شاء الله يسجل، لأنه تقارير المنظمات الاستشارية للجنة التراث العالمي وافقت على أنه يدرج هذا الموقع على قائمة التراث الثقافي العالمي، وموقع آخر تقدمه جمهورية العراق اللي هو بابل. كان المفروض أيضا أن دولة الإمارات العربية تقدم ملف شارقة، والمملكة السعودية أيضا كان من المفروض أنها تقدم موقع رجال ألمع. 22 موقعا تراثي عربي مدرج على القائمة التراثية العالمية المهددة للخطر، قضية تتطلب ضرورة وضع الخطط لضمان ديمومة التراث وصون الإرث الطبيعي العربي. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.